طيب هرجع تاني لزيارة الرئيس الصيني لمدينة الأقصر، استعدادات بتجرى على قدم وساق، بدأت في محافظة الأقصر وبدأت فعلا تتزين يعني لاستقبال ضيوف المحافظة. هيكون هناك الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبال الرئيس الصيني، وبالطبع يعني عدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة. يوم الخميس هيتم إعلان انطلاق العام الثقافي المصري الصيني من مدينة الحضارة الفرعونية. زميلنا أستاذ أحمد مرعي مدير مكتب اليوم السابع في الأقصر معانا، أهلا بحضرتك معانا. ويعني هو ليه الأقصر تحديدا؟ أستاذ أحمد حضرتك معانا؟ ألو حضرتك يا فندم، اتفضل. لماذا مدينة الأقصر؟ ليه محافظة الأقصر تحديدا؟ يا أستاذ أحمد مش عارفة حضرتك سامعني ولا لأ؟ أنا سامع حضرتك يا فندم، بس الشبكة بايظة خالص، يعني في مشكلة. طيب اتفضل حضرتك، كلمني عن الاستعدادات اللي حضرتك شايفها اللي بتجرى على قدم وساق في محافظة الأقصر لاستقبال الرئيس الصيني. والله مبدئيا مساء الفل يا فندم على حضرتك وعلى المشاهدين جميعا. الأقصر دلوقتي بتحتفل احتفال في كل الشوارع والميادين بزيارة الرئيس الصيني. يوم الخميس بإذن الله هيكون في حفل الافتتاح للعام الثقافي المصري الصيني 2016 داخل معبد الأقصر. وأنا دلوقتي موجود في معبد الأقصر ومش قادر أوصف لك المشهد والجمال وروعة الامتزاج بين الحضارة المصرية والصينية والوفود الصينية اللي موجودة. حاليا موجود الفرق الفنون الصينية بتقوم بالبروفات لحفل الاحتفال، حفل الافتتاح المفروض هيكون يوم الخميس إن شاء الله، ويحضره الرئيس الصيني ومحتمل حضور الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي الحفل. مشهد جميل جدا ومبدع جدا، والأنوار تكسو معبد الأقصر بالكامل، حضور مئات من المواطنين المصريين ومئات من الوفود الصينية داخل المعبد حاليا للاحتفالات ورؤية المشاهد للبروفات الفرق الصينية، ودي حاجة ممتعة جدا طبعا، وأمل كبير في القطاع السياحي في الأقصر طبعا بعد الركود خلال الخمس سنين الأخيرة. يأملوا طبعا أن العام الجديد دوت يكون في بشرة خير على مصر وعلى الأقصر، وعلى وجه الخصوص في عودة السياحة بصورة كبيرة إن شاء الله بعد هذا العام الثقافي المصري الصيني بإذن الله رب العالمين. هل بدأت الوفود في الوصول لمدينة الأقصر؟ بالفعل يا فندم الوفود الصينية موجودة هنا في الأقصر من أكثر من 10 أيام، وفود دبلوماسية صينية ومواطنين صينيين وأثريين صينيين ورجال الفنون ابتدوا يجوا من يومين كده إن شاء الله في الأقصر، موجودين وشغالين دلوقتي داخل معبد الأقصر بروفات للحفل الافتتاح اللي هيكون يوم الخميس بإذن الله بحضور الرئيس الصيني ومحتمل حضور الرئيس المصري بإذن الله رب العالمين. طيب شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ أحمد مرعي مدير مكتب اليوم السابع في الأقصر. إذن يعني أيام حافلة تشهدها محافظة الأقصر بعد إعلانها أو بعد الإعلان التي سوف تشهده يوم الخميس القادم، حيث سيتم إعلان انطلاق العام الثقافي المصري الصيني.